اليوم غادي نوريكم واحد الاير دروب جديد غادي تربحوا منه بعض العملات الرقميه او دي توكن بواحد لي ستيبس اللي بساط بزاف. غادي تتبعي واحد الخطوات، ما غادي تريدي، ما غادي ديبوزي فلوسك، ما غادي تغامر بفلوسك، ما حتى شي حاجه. تتبع غير واحد لي ستيبس ديال تقيد هنا، بارطاجي من هنا وكذا، غادي تربح واحد بحال جوائز لانك تدير داكشي اللي قالوا لك، وهذا ما كان بسيطه بزاف. جو جايز باش تكونوا بخير وعلى خير، كنبان لكم معيان فرشخ لان مورا الفطور وتقدر دير حتى شي حاجه، ولاني اون طون بغيت نبقى نتبع لكم ندير لكم الجديد. المنظر راه شفتو تبدل، راني في المغرب حاليا ماشي في فرنسا، ما عنديش حتى الماتيريال ديال التصوير والمونتاج والبي سي فين نخدم اليز وينو. واخا قلت المهم خاصني ندير لكم فيديو ديالكم في وسط السيمانه باش نبارطاجي معكم او موا معلومه واحده في السيمانه تمشيو واخدين شي حاجه مني. اوكي دونك اليوم فيديو على كيف قلت لكم في الاول ديال اير دروب، غادي تكون في المنصه ديال يوبيت. يوبيت راه كنا دوينا عليها في واحد الفيديو اللي فات، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي ما عمرهم شافوها، ممكن يمشيو يشوفوها وهذا باش نبدا نعاود التقديم ديالها وداكشي كامل. اوكي اليوم غادي نوريكم ديريكتومون غير الاير دروب كيفاش تيخدم، كيفاش ممكن تربحوا منه واحد لي توكن، ونديروا داكشي ستيب باي ستيب بينا كاملين. اوكي دونك ما نطولش عليكم، ندوزو ليكرون نيشان. اوكي جايز، دابا حنايا في لو سيت ديال يوبيت دوت نت. المهم كيف قلت لكم بلا ما ندير لكم التقديم، راه كنت درتو في الفيديو اللي فات. اون غروف سي بلاتفورم اللي معروفه بزاف في الفارمينغ، كاينه من 2014، ما كدير لا كي واي سي في فيريفيكيشن لا شي حاجه، يعني ممكن تدخل بلا ما تفيريفي الكونت ديالك وتبدا تريدي. هذا افونتاج كبير عندهم، فيهم بزاف ديال الكريبتو موني ديال التريدي وبزاف ديال لي بير ديال الفارمينغ. المهم عطا الله ما يدير فيها. كيف قلت لكم رجعوا تفرجوا في الفيديو اللي فات اللي كندوز على يوبيت، غتلقاو فيها، غتلقاو في صندوق الوصف تلقاو فيها كاع الديتاي. اوكي ما نتعطلوش. ديك المره الى عقلتو كنا درنا واحد التجربه فارمينا البيتكوين في اس داك الفروغ. اوكي كنت قلت لكم من بعد الا كنتو انتريسي نقدر نوريكم فين وصلت البالانس ديالي. انا هذه السيمانه خرجت داك الفروغ، حيدتهم داك من السواب ديالو ورجعته. الا كنت عقلتو معايا في لا فيديو اللي فات كنا درنا 0.05 بيتكوين وفارميناها في داك في داك سميتو في داك هنايا في يوبيت كونتر داك الفروك. اوكي اي دابا ولات حاليا 0.13 بيتكوين، يعني تقريبا ضربات في 3، كي تري تري امبورطون تري انتريسون كوم انفيستيسمون. يعني حد الان تقريبا واقيلا شهرين ولا 3 شهور جدد لكم على يوبيت، حد الان تو فا بيان، يعني كان شحال واحد تيخاف تيقول لك راه سكام ولا هذا، مي فوالا كيف ما كتشوفوا راه فلوسي مازالين تما. الانفيستيسمون ديالي راه تريبلا، دونك كلشي حد الان راه غادي بخير وعلى خير. اوكي دونك هي كنت باغي نوريكم فين وصل داكشي. بزاف الدراري صراحه في انستغرام كانوا صيفطوا لي وخدامين فيها بانها مزيان، وكيديروا لي فيرمون ديالهم اولا لي ترانسفير ديال الارباح ديالهم من الواليت ديال يوبيت كيصيفطوها للباينانس اولا باي بيت. باي ذا واي تحيه لخويا ابراهيم برار وقيلا، المهم اسمح لي ما قلتش سميتك هي هذيك، لانك انت متبع دائما كتشوف كلشي وكنتي بارطاجيتي معايا الارباح ديالك من يوبيت، بصحتك اخويا، وكنفرح ملي كتستافدوا من هادشي اللي كان كنوريكم وتنقول لكم. دونك اون غرو فوالا من 005 وصلت 013 بيتكوين، من بعد غنعاودو نفرميها في شي بلاصه اخرى. دابا خليونا نمشيو اللي كيهم في الفيديو هو لا بارتي اي دروب اللي كتلقاها هنايا. اوكي دونك شنو صراحه زوينه بزاف، ما عمري ما كتشف بان ما عرفت بان زعما شي دي بلاتفورم كيديروا بحال البونص هادو ساهلين باش تربح. شوف الريورد دابا اللي عندك، اون غرو عندك دي تاسك واحد بحال لي ميسيون تي خاصك ديرهم اللي كاينين هنايا. اوكي عندك تقريبا واحد نقدر نقول واحد 10 ولا 15 تي خاصك ديرهم، وكل تاسك كيعطوك فيها واحد الريورد، كيعطوك الريورد بواحد العمله سميتها فاست دولار اللي هي اف يو اس دي. هاد العمله هادي غادي تكون واقيلا كنظن على حساب ما قريت غادي تليستا في لي اكسشينج واقيلا في شهر جوان. دونك هنايا بحال غادي كيكون واحد بحال واحد بحال واحد البري ليستين اولا وهو اي دروب، يعني تيكون عندك العمله قبل ما تحط في المارشي، يعني اون فوا غادي تحط راكم عارفين تيكون واحد البامب صغير وكذات القيمه ديال العمله ديالك. اوكي دابا باش نقدروا نشاركوا ونربحوا هاد الجوائز هادو، عندك في كل تقريبا حدا عندك هنايا مثلا تربح 300 فيوست 700 900. شنو خاصك دير هنا؟ اول حاجه هنا خاصك دير ريجستريشن، كدير هنايا كتجي لهنايا وكدير ميك. اوكي انا راني ديجا درتها هنايا ومازال ما خرجت، مازال ما سميتو زعما تفاليدات يو ستيبس تو جيت 300 فاست دولارز. اها خاصك تريجسترا في يوبيت اونلي يوبيت يوزر، كدير هاد تشيك اند جيت ماي 300 يو هاف اوريدي دون اول ذيس تاكس. دونك كيف قلت لكم انا ديجا درتها، دونك غادي نرجع لهذا ونسين تنربح 300 فيوست ديالي. اوكي هنايا تيقول لك تيليجرام بوت
حتى هي غدير ميك باش تعرف شنو خاصك دير. سهله ما شحال كومبليكي. اها شنو خاصك دير؟ جوين بوت هنايا غتبرك على هذا التليجرام هذا جيت فاست يو اس دي بوت. اوكي كنظن بانني خصني نبرك على هذا ستارت هذه هنايا. اوكي غندير انجلش تو جيت 4700 فاست يو اس دي انتر كوركت ايميل ادريس. اوكي دونك غادي ندخلوا الايميل ديالنا attract friends through flyers and referral links and earn. اوكي فوالا دونك المهم تيخصك تبع هاد لي زيتاب هادو كاملين تيقول لك هنايا باش ما نتعطلوش راهم باينين وساهلين. دابا تيقول لك هنايا خاصك دير ريجستر او لوغين في 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 السيت ديال يوبيت مور هاد الدخول هاد الكود هذا في داك اللينك وغادي غادي نتوصلوا ب 100 فاست يو اس دي في خلال سيمانه كومبليت تاكس ان جيت 4800 اند مور ان ديلي. عرفتي شنو غادي نكوبيو هاد الكود هذا اوكي غادي نبركو على داك اللي عطاونا غادي ندخلوه هنايا قال لك دخل داك الكود تشيك اند جيت ماي 700 فاست دولارز برك عليها صافي هي سالت سهله مهله. اوكي دابا غادي نرجع نكمل لي تاسك ديالي. دونك تيقول لي هاو ملي كديرها تيقول لك واحد هنايا اوكي تيدير بينك درتي هاد واحد كتكتب لك واحد هنايا زيرو. اوكي نديرو هاد فيرست ريد ماشي مشكل. دونك نمشي مثلا ندير باي لشي حاجه ندير 0.0 0 واحد ديال اي تي اش. اوكي ندير باي دونك انا دوست تريد ديالي غنرجع للاير دروب وغندير ميك غندير تشيك سمحوا لي الدراري الكونيكسيون ديال المغرب راه محمقاني صافي. دونك هذا دابا دازت دونك كلوز دونك اب من مورا 1 ويك غادي نسميتو نتوصل بهذيك العمله ديالي. دونك نعاود نكمل نمشي نكمل لي تاسك ديالي صراحه هادشيهم كاملين غتاخذ لك واحد 10 دقائق فهمتيني ماشي شي حاجه كثيره. انا بالنسبه للسواب راني كنت ديجا درتو معاكم في الفيديو اللي فات تريد عاد درناه. المهم كاين هادشي ديال الفارمينغ هاد التنديس هادي صراحه ما عرفتش نشوفها بانت لي كاينه هنايا نورمالمون هذيك هي ديس هنايا كاينه. دير ان تويت في تويتر دير تصيفط دي ميساج في الشات دير فيديو في يوتيوب دير فيديو في تيك توك هادشي كامل. دونك اون فوا كتسالي هاد لي تاسك كاملين غادي توصل نورمالمون بهاد هاد الريوردز هادو غادي يجيوك غادي يوليو عندك في لابارتي ديال اونت. اوكي ملي غادي تبغي توصل بهم كدير جيت ماي دولارز اي في اي وحده جاتك. اوكي دونك لي سميتو سي تري سامبل ما كاينش شي حاجه كومبليكي كتبع غير داكشي زعما الانسان اللي عنده وقيت وباغي باغي يخسر والو ما غادي تخسر لا فلوس لا حتى شي حاجه بصراحه ما عندك ما تريسكي في هادشي دير هاد لي تاسك هادو وتربح توكي توكن ما خسر حتى شي حاجه من بعد انفيسيون في حاجه اخرى ما كتعرفش القيمه ديالها في غادي في غادي توصل. بغيت غير نفكركم كو هاد لي تاسك هادو راهم كاينين ديلي يعني كل نهار ممكن تعاودهم وديرهم ماشي غير مره واحده وكتحبس كل نهار دخل وبقى تشوف شنو كيعطيوك في لي تاسك اللي كاينين ودخل ديرهم فهمتيني. نقدر نعاود نوريكم شي وحده اخرى باش ما تكونش الفيديو قصيره. مثلا بالنسبه للديبوزيت واخا كنظن غير كلكم غتعرفوا ديروها بالنسبه للناس اللي مازال ما داروا حتى شي ديبوزيت فيه غادي نوريكم كيفاش ديروا. غادي تمشيو للواليت هنايا اوكي سهله مهله غادي دير مثلا مشيو للبيتكوين او الايثيريوم او اللي كان عندكم واخا خسرت اليو اس دي تي فهمتيني ما كاينش مشكل تمشي لهنايا دير ديبوزيت اوكي اي غادي يعطيوك سميتو الادرس واليت ديال اللي خاصك تصيفط فيها يعني من مثلا من باي بيت غادي تصيفط لهنايا غادي تلقاها في الواليت ديالك من بعد. اوكي دونك هكا واش ممكن دير ديبوزيت اولا ممكن الا بغيتي في شي كورنسي وحده اخرى مثلا هنايا اليو اس دي تي غادي هنا دير بلاس وغيعطيوك الادرس واليت ديال اليو اس دي تي. اوكي اذا كنتي باغي دير الغوتري راه كتجي كدير هذا الناقص هذا فهمتيني يعني الزائد هو ديبوزيت والناقص هو الويدرول صافي هادشي اللي كاين. كاين اوسي سواب وهاد ديس هذا صراحه ديس ما عرفتوش مي التان ديس هذا وغاني غنشوفو انا وياكم ماشي مشكل. بالنسبه للسواب راه كنا درناه المره اللي فاتت ملي كنا كنسوابي ما بين بيتكوين والفروغ ونعاودو نديرو ماشي مشكل غنمشيو ليو فارم. اوكي مثلا دابا انا هذا هو اللي كنا درنا ديك المره فروك بي تي سي. اوكي غادي نعاود نبركو عليه غادي يبين لك فوالا كو عندك مثلا هنايا انا عندي 0.13 بيتكوين
غنديرها غنحولها للفروق، غادي ندير سواب. اوكي غندير مثلا سواب كاملة فوالا، عيط سوابات الدراري. اوكي صافي. دونك من بعد ما كنجيو كنديرو السواب، انا صراحة كنت ديري درت السواب، ما فهمتش علاش ما بانليش في الاول. راه درت جوج فوالا شتي. كدير ميك، غادي يقول لي سيرمون، غادي يقول لي سيرمون راك ديجا درتيه سيرمون. فوالا يو هاف اوريدي دون تاسك فور توداي. دونك انا ديجا درتو، خاصني نخرج لكم داك الميساج اخضر. اوكي فوالا كملوا هادشي كامل. بالنسبه لي بغي بارطاجي شي حاجه عنده يوتيوب ولا عنده فيسبوك ولا هذا، راك ممكن دير شي فيديو في يوتيوب مثلا. شوفوا مثلا يوتيوب، انا عندي يوتيوب مثلا، ندير ميك. طب شوف شنو تيقول لك، تقول لك ميك ا موفي اند بوست تو يوتيوب، تيل هاو يو ايرن ويز يوبيت اير دروب ان موفي، شو يو كي ار كود كلوز تشيك اون ريفرنس بيج. اوكي دونك نديرو داك الكي ار كود ديالنا. شو يو ستاتس ان ذا موفي اند اكسبلين هاو تو ايرن. Every day the video should be different. The title of the movie must contain the word Yobit and the keyword crypto DeFi airdrop. There must be a keyword in the text of the video Yobit crypto DeFi earn airdrop. Okay, انا ملي غادي نسالي ونحطكم فيديو في يوتيوب، غادي نجي ونحط اللينك ديالها نحطو هنايا، فهمتوني؟ نحطو وندير send for check. صافي هادشي اللي غادي ندير. دونك بحال هكا انتوما ممكن ديرو بحالي. هذا مكان. والدراري ما نطولش عليكم، كنظن هادشي باين وساهل، ما محتاجش نبقاو نطولوا فيه. المهم نتوما جربوا كيف العاده وعاودوا ردوا عليا قولوا لي كيفاش داكشي كاين. حتى انا كيف قلت لكم غادي نجرب ونساني يخرجوا لي هذاك في الارند هنايا ونعاود نشوف شنو غادي يعطيونا. اون تو لي كا كلشي غادي مزيان هاد الساعه. وكما كتشوفوا عليا نيوبيت، المهم بصراحه من نهار بدينا خدمنا فيها هذه تقريبا شهرين، ما شفت فيها حتى شي مشكل. كانت شي حاجه غادي نقولها لكم، حتى نتوما التجربه ديالكم راه كتهمنا، يعني راه بحالي انا بحالكم نتوما، يعني اي واحد يبارطاجي معنا التجربه واش كانت شي حاجه ماشي هي هذيك اكتشفوها ونعلموا بها الناس كاملين، كانت شي حاجه مزيانه الناس يستافدوا حتى هما يشاركوا ويحاولوا يربحوا شويه ديال الفلوس. اون طويل كذا حاليا حتى الان راه زعما البلاتفورم ثقه وكلشي خدام مزيان، يعني عندك ممكن دير فيها بزاف ديال الحوايج، يا اما تريدينغ الفارمينغ اولا يكون عندك ان باسيف انكم كما وريتكم في الفيديو اللي فات. خاصني نعلن على النتيجه ديال السيد اللي ربح في الجيف واي ديال الفيديو ديال ستيكين. قلت لكم في الاخر ديال نهار 14 غادي نعطيكم الرابح ديال هاد سميتو هاد المسابقه هادي. دونك دابا حاليا مازال ليا تقريبا 3 سوايع باش غنسالي هاد النهار. اوكي دونك غادي نصبر شي شويه ونعاود نرجع لكم باش نشوف شكون هو الرابح، لان من بعد غادي يبداو يصيفطوا لي الناس وغادي نعلن عليه هنايا في هاد الفيديو هادي باش كلشي يشوفها. دونك نصبروا شويه على ما يدوز الوقت ونرجع لكم ان شاء الله. نتمنى تكون الفيديو عجبتكم كيف ديما، حاولت نجيب لكم بلان جديد كيف العاده. نتمنى الفيديو تعجبكم، لايكيوها، لا كان عندكم شي سؤال اولا مقترح لشي فيديو خليه لي في لي كومونتير.